أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب المبين. أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت. ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون. فأرتكب يوم تحت السماء بدخان مبين. يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا أخشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كشيف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبثس البثة الكبرى إنا منتكمون. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. وَأَلَّا تَحْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي عَتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ. وَإِنِّي عُدْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونَ. وَإِنْ لَمْ تُحْمِنُوا لِي فَأَحْتَزِيلُونَ. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. وأترك البحر رحوا إنهم جند مغرقون. كم ترك من جنات وعيون. وزروع ومقام كريم. ونحمة كانوا فيها فكيحين. كذلك وأورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المحين. من فرعون إنه كان عليا من المسرفين.
ولقد اخترناهم على علم على العالمين وأتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتة الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أحلقنهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لعيبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو السميع إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمحل يغلي في البطون كجلي الحميم كدح فأحتله إلى سواء الجحيم ثم صب فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتكين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرك متكابلين خذلك وزوجنهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فأرتكب إنهم مرتكبون صدق الله العظيم.